امبارح وانا على الهواء اذعت بشكل سريع جدا خبر وفاه الفنانه الجميله الله يرحمها شيرين سيف النصر. وقلت لحضراتكم التويته اللي كان عاملها شريف اخوها. النهارده او من امبارح ابتدت تطلع اخبار من مدير اعمالها بانه هو هيعمل لها عزاء، رغم ان اخوها كان اعلن في التويته انه مفيش عزاء والعزاء هيكون على المقابر فقط. خليني ارحب على التليفون بالاستاذ خالد محي الدين مدير اعمال الفنانه الراحله شيرين سيف النصر. مساء الخير استاذ خالد. مساء الخير، ازي حضرتك؟ بقاء لله، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله، بقاء لله ونعم بالله. انا معلش في البدايه عايز اسالك سؤال، يعني احنا متعودين على انه بيبقى في مدير اعمال لما بيبقى الفنان بيشتغل. حضرتك كنت مع شيرين الله يرحمها رغم ان هي ما كانتش بتشتغل ولا عندها اوردرات ولا عندها تصوير ولا حاجه. هو اصلا انا ابن مدير اعمالها، بس انا اخر فتره الجامعه كلها. سامعني كده كويس؟ هي كانت مدام شيرين، يعني زي والدتي، انا سني مش كبير، هي اللي مربياني يعني. لا يعني انت علاقتك بيها ايه؟ مدير اعمالها وزي والدتي. لا يعني هي كان عندها مدير اعمال رغم انها ما كانتش بتشتغل. تمام. اقصد كنت بتدير انهي اعمال ليها يعني؟ طبعا احنا يعني عندنا حاجات خاصه كده، كانت هي دي الاعمال بتاعتها، بس بعيدا عن الفن يعني وكده. تمام. وكنا راجعين تاني، يعني احنا كنا لسه في اخر الايام كنا بنتكلم على ان احنا لسه عايزه تظهر في لقاء مع استاذه اشاعات واستاذه منى، يعني كان لسه منى هننزل الشاذلي و واسعاد يونس. بالظبط، وكان في ورق كتير قوي كنا لسه ناويين عليه. يعني كان في مشاريع لاعمال فنيه، كان في طبعا ترتيب انها هتطلع مع الزميله الجميله منى الشاذلي، وطبعا جميله ايضا اسعاد يونس. طبعا. كان في اتفاق على كده انها كانت هتطلع قريب. هو كان في اتصالات بس لسه كان الاتفاق كان لسه ما كانش الاتفاق. عشان هي كانت بتسافر كتير. بس طيب اخوها شريف يا خالد قال انه مش هيحصل عزا، انت بناء على وصيتها، وصيه شيرين الله يرحمها، انت هتعمل عزا؟ هو كان سوء فهم، لكن كان سوء فهم لان ما كانش فيه تركيز، اليوم كان صعب علينا كلنا يعني. تمام. كبيره قوي قوي قوي. طبعا. هي كانت عيانه يا فيها. خالد هي كانت عيانه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه، هي طبيعتها بس ان كان الضغط بتاعها واطي من زمان، هي عايشه بيه عادي. متعايشه بالضغط الواطي زي ناس كتير. بالظبط. طب ايه يعني اتقال ايه سبب الوفاه يا خالد؟ هو سبب الوفاه هبوط حاد في الدوره الدمويه. هبوط. حبيبتي احنا كنا بنتكلم عادي وبنتفرج على التلفزيون وانتوا قاعدين، يعني هي توفت وانت قاعد؟ احكي لي، ما انا ما اعرفش. لا انا كنت قاعد معاها، كنا بنتفرج على التلفزيون سوا ومفيش اي حاجه. ايوه وبعدين؟ بعدين بحست شويه صداع، بتقول لي خالد لا انا حاسه ان انا مصدعه. قلت لها طيب نروح المستشفى. قالت لي اطلب لي الاسعاف. وانتوا هنا في مصر كنتوا؟ في البيت. طلبنا الاسعاف، عبال ما الاسعاف جت كان خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. طب شيرين ما فيش حواليها اي حد من اهاليها، اهلها يعني؟ ما خلفتش طبعا شيرين الله يرحمها. لا لا ما كانش فيه خلف. ما كانش فيه، فما كانش فيه حد قاعد معاها. لا لا. كانت متزوجة ولا كمان ما كانتش؟ لا لا ما كانتش متزوجة. يعني كنت قاعد معاها أنت وهي بس؟ بالظبط. لا يعني أنا مش قاعد في البيت. أقصد يعني كتواصل. أنت الوحيد اللي كنت بتتواصل معاها. وإخواتها طبعًا بيتواصلوا معاها. ليها أخ غير شريف. تمام تمام الله يرحمه. طب امتى العزا؟ العزا يوم الثلاث ان شاء الله في الحمديه الشاذليه. بالظبط بعد صلاه المغرب ان شاء الله. ربنا يصبرك ويرحمها يا رب شيرين الجميله. بشكرك يا خالد، بشكرك شكرا جزيلا. عزا شيرين سيف النصر يوم الثلاث في الحمديه الشاذليه، ربنا يرحمها
يجعل مثواها الجنة يا رب، وبعز إخواتها وكل الساحة الفنية في وفاة الجميلة شيرين سيف النصر.